هوا بغداد ينطلق معرض حلو يا هوا بغداد. معرض حلو يا هوا بغداد يلم أبرز الشركات والبراندات وصناع المحتوى العراقيين اللي يطمحون إنه يقدمون شيء جديد في بغداد. والله صراحة يعني جتني الفكرة يعني ما هالقد جياتي صارت أكثر لآخر فترة لبغداد وللعراق بصورة عامة. حبيت أوجه تركيزي واهتمامي بعملي وتفكيري العملي in business wise يعني أو in general للعراق، فقررت أنه ألتجئ للعراق وأرجع لبغداد وأركز أكثر بشغلي وأطور أكثر بقدر الإمكان شقد ما أقدر أني أطور بغداد أطور إذا بغداد أو إذا إلى أي محافظة أخرى طبعاً. فهاي جتي الفكرة، ما جتي فكرة تحديداً أنه أني أسوي معرض أو أسوي هيك شيء، بس أني فكرتي المبدئية كانت أنه أني أطور شيء، يعني أفتح مجالات كثير للناس المغتربين البرة الساكنين برة واللي موجودين هنا، وأوسع بقدر الإمكان أكيد بوجود الحبايب الموجودين الوياية والناس اللي أعرفهم اللي عايشين برا دائماً هم عندهم تردد وخوف أنه يرجعون للعراق. فأني كان تركيزي ودرستها كلش على كيفي كلش صح، أنه أني ممكن أأثر عليهم اللي هم هاليوم ويانا كلهم وكلهم جوي من دبي ومن غير بلدان أخرى طاروا وجوي لهنا أنا. فهذا كان هدفي أني صراحة، أنه أني أرجع كل اللي برا أو جزء كبير خلينا نقول من العايشين خارج العراق، لا أشجعهم وأفتح لهم مجالات بالتفكير أكثر إنه هم لا خلينا نرجع لبغداد نشتغل ببغداد ونرجع نطور أكثر وأكثر أكثر في بلدنا أكيد. اهلا بكم، انا اسمي لؤي ساهي، انا يوتيوبر عراقي ساكن برا العراق طول حياتي، ولاول مره رجعت للعراق بحلو يا هوا بغداد، وانا جدا سعيد بهاي التجربه اللي كنت منتظرها من سنين. ما كنت اعرف بالضبط شنو راح ينتظرني، كان اكو شويه نوع من الخوف وبنفس الوقت نوع من الحماس، لان بنيت عائله كلش كبيره على اليوتيوب من سنين، وحان الوقت انه التقي بيهم بالحقيقه. والايفنت بلش وراح ادخل لي اول مره بالمعرض، وايدي شويه ايدي رشفن لان كلش متحمس وحابب اخذكم بهاي الجوله وياي حتى نعيشها كلها احنا سوا وتشوفوها مثل ما انا اشوفها. يلا تعالوا. يلا حبيبي، شكرا شكرا، تسلم. نرجع اي عادي عادي. لا طبعا قد تحبون الفلاتر، شيء مفرح صراحة، شيء مفرح يعني. أهلا، إيه طبعا كلنا راح نأخذ صور، كلنا راح لا تتوترون. هلا وشونكم، شو أخباركم؟ أنا دينا صلاح، ويدينغز أند إيفنت بلانر، جيت الهوى بغداد. الفكرة كانت من دينا الزكي صديقتي وأختي أيضا، فكرت إنه تسوي معرض على مستوى معين في بغداد، فاستعانت بينا أنا كتصميم وتنفيذ، وما شاء الله من جينا البغداد يعني ما توقعت صراحة هالإقبال للمعرض، وأيضا جوي كل المؤثرين من دبي، وقسم المؤثرين الحلو أنه سووا بروجكت بالمعرض مثل لؤي ساهي، مثل مينا روز، مينا الشيخلي، والإقبال يعني صدق فوق المتوقع، وإن شاء الله مفكرين بسيزن 2 إيش وقت راح يكون بعد ما تحدد لا لوكيشن ولا الديت، بس أتوقع قريباً خلال الأشهر الجاية بإذن الله. مرحبا، أنا مينا روز العبيدي، مصممة أزياء عايشة بالإمارات تحديداً بدبي. طبعاً أنا جداً سعيدة باشتراكي أو بتواجدي بهوى بغداد سيزن 1
اللي هو تنظيم أختي دينا زكي، وأكيد اللي سوى البوثات وكل شيء هي شركة The Event Box اللي هي شريكتي دينا صلاح. فجدا سعيدة أنا بتواجدي هنا، وجدا فخورة بالناس المشتركين ويانا بالمواهب العراقية الموجودة. صراحة هذا يزيدني فخر، وإحنا أكيد العراقيين معروفين علينا، عندنا كل شيء حلو كل شيء يجنن، بس مع الأسف مظلومين بعض الأحيان إنه نراوي هذا الشيء. بس إن شاء الله بهوا بغداد قدروا إنه يراون هذا الشيء، وإن شاء الله أنا جدا متحمسة على سيزن 2 و 3 و 4 و 5. ودينا زكي اللي هي أختي دائما معودتنا على كل شيء حلو وكل شيء متميز، وتقدرون تشوفون هذا الشيء من المشتركين من الإنفلونسرز اللي جايين. هلا، هاي هي؟ شكرا. انت ردي صوت؟ يلا ها؟ يلا يلا، اصلا احنا طقينا سوا؟ بس ما جات واضحة، قلت لك ما اتذكره لان اللي شفته هذا الفوق ما شفته. هاي اول مرة ادنق على منصورة. واو واو، طبعا تجربة تجنن لان الناس طيبين وحلوين وكلامهم يجنن. اخبارك طروقي؟ ها حبيبي. حبيبي حبيبي انت سافر وما اشوفك. لا نشوف نشوف اكثر واكثر حبيبي. لا تبكي قلبي. شو اخبارك؟ شنو امورك؟ شو تريد تصير من تكبر؟ ها شنو حلمك؟ ها شنو حلمك؟ قول انت. ما مصدق صحيح. ما مصدق ما مصدق. اخذ لنا صوره، اخذ لنا صوره. حبيت انه اشارك بمعرض هوا بغداد، يكون البوث اللي يعني الاول يكون ببغداد. ما تتخيلوا ايش قد فرحانه بكميه الناس اللي اجت اللي شاركتني بالحب وردت فعلها، ونحكي ونسولف واخذنا صور، وبنفس الوقت الاكسبيرينس مالتهم بالمعرض كله. كلش فرحانه اي توك ذا ستيب، واكيد اكيد اكيد فور نيكست سيزون ام غانا بي ذير. مرحبا، معكم زوزو كهرمانه. طبعا هذه اول زياره لي الى بغداد، وتحديدا الى حلو يا هوا بغداد. طبعا المعرض جدا حلو، واشكر القائمين عليه دينا زكي ودينا صلاح وكل الموجودين وكل الحاضرين، واكيد الميديا مالكم بعد والتغطيه. معرض جدا حلو مميز، اظن الاول في بغداد هيك شيء. ومثل ما شفتوا زرنا كل مكان وصورنا، وان شاء الله ينعاد مره ثانيه وثالثه ورابعه، وننتظر هيك ابداعات حلوه في بلدنا. ولهذا اجينا من برا حتى ننقل كل شيء حلو في بغداد. موبايل بيسخت الموبايل صاحبي. شنو اريد موبايل صوره. شنو يعني موبايل صوره؟ اريد موبايل تاخذ صوره. بموبايلك تاخذ صوره؟ اي يعني اخذها عادي ولا شلون يعني؟ يعني اريد موبايل بصوره. ما ادري افتهم، احد يفتهم علي؟ يريد موبايله بصوره يعني شلون؟ اريد تاخذ صوره موبايلي هيك يعني. أيه يعني تريد تاخذ صوره وياي؟ شو تقول ناصر على تدازي علي؟ قولوا والله مو تدازي علي. ايوه حسوره هي بعد. يعني اطق اي شيء بتليفونك؟ ها آه آه اوكي اطقها لك. يلا قول هاي الصوره طق لي اياها لو هاي. اي اي حبيبي حبيبي طلب اخويا يا نال والله يتابعك من شرط الفيديو. ايه لبنان. شوف الثقه شوف الثقه. اي اي هو بالاردن. ايه هو صيدلاني دا يدرس. اي شوف الثقه. تقدر تصور فيديو تقول لي؟ اي طبعا انا اقدر اقول لك. لا بعد انت مدير شكلك. تجربه تجنن. كلش كلش فرحت شفت متابعيني. عاده اشوفهم تعليقات، اشوف لايكاتهم، اشوف يعني وجودهم على السوشيال ميديا، بس اليوم جاي احس بالدفء مالتهم، وجاي اسمع اصواتهم، وجاي اشوف طيبتهم الحقيقيه على ابتسامه. وهذا الشيء انا شهاده بالنسبه لي وفخر انه كميه هذول الناس جايين على مود يلتقون بي، وانا بصراحه جاي على مود التقي بهم. فهاي المحبه عمرها ما راح تنتهي، واشكر رب العالمين على هاي النعمه. بعد نجاح انطلاق المعرض معظم المشتركين حبوا يحتفلون في شوارع العاصمة، وشنو أفضل من الكوستر العراقي والقعدات الشعبية؟ هي
هلو شلونكم؟ طبعا حتى نعيد نشاطنا الثاني يوم والاكتيفيتي والانرجي وايفرثينج، ما نقدر ننهي يومنا اذا ما نسوي لنا جوله في انحاء بغداد، رغم كل التعب والاستقبال والحب والطاقه اللي اخذناها من كل متابعينا من كل حبايبنا. خليكم ويانا، اريد اراويكم احنا وين رايحين، واذا تقدرون تسمعون الصوت راح نسوي لكم فجوله مخيفه تخبل. تعالوا وياي، تعالوا وياي. هلو، اني وين اقعد؟ اني وين اقعد؟ اني وين اقعد؟ كل الحبايب حتى ناكل اطيب كباب وتكه ومعلاق وكبه حامض. ويلي علي على كبه الحامض، لا 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 فتشي. تعالوا خليكم ويانا حتى نشوفكم اطيب اكل، اكل العراق الاصيل. هراويكم الاكل العراقي البسيط ويا احلى الحبايب ويا احلى اجواء في ابو حنيفه العظميه. زين راح اراويكم شلون كباب وتكه ومعلاق ولي، لا 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 راح ادخل انا اشويكم باي ذا واي، يعني هاني ولبسي وشعري ما له علاقه. لا 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 اسبوع. وين الصمون؟ وين الصمون؟ وين الصمون؟ اعطيني صمونه. خلي يشوفوني اسوي سندويش احسن انا لو انتي. دقيقه لا 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 اني قبلك وخري. اني فكرتي مو فكرتك. وخري. لا لا مو هيك مو هيك. لا لا مو هيك. شيء عمركم خسارة إذا ما تجون أبو حنيفة وتاكلون هنا. راح أختم لكم اليوم ويا أطيب شاي عراقي. يعني شنو شاي عراقي؟ شاي عراقي أصيل أصيل طبعا. حجي صب لنا شاي عراقي، أريد شاي عراقي يموت. اويلي اويلي على الشاي العراقي. لا على شرط شو راح اسوي؟ ما راح اشربه بالاستكان، هنصبه بالماعون، هنشرب الشاي مثل ما كانوا اجدادنا وابهاتنا يشربون الشاي من الماعون دايركت. راح انهي لكم اليوم ويا احلى اجواء من بغدادنا الحلوه، وان شاء الله نشوفكم باكر بمعرض حلو يا هوا بغداد ويا احلى اجواء واحلى الحبايب ويا كل المشاهير اللي قاعدين هناك. زين تصبحون على خير، احبكم كل هوايه، مع السلامه. وبنفس هاي الليله المصممه دينا صلاح بدت تجهز التنظيم والديكورات في قاعه نادي الصيد اللي راح تحتضن حفل النهائي لمعرض هوا بغداد. يا اهلا ومرحبا وياكم فرات الحيدر الصقر، كلش فرحان موجود اني حلو يا هوا بغداد، شرفونا هالوجوه الجميله، المعرض مميز جميل جدا، وانا بالنسبه لي فرحان ومرتاح، انتم اهلي وناسي وانتم بيتي. يا وياكم علي نجم، وكلش فرحان بوجودكم هنا في معرض حلو يا هوا بغداد،
والأجواء كلش حلوة بالمعرض، وطبعا مية هلا بيكم وبكل المشاركين بهذا المعرض، والمعرض حصل على أصداء جدا حلوة بكل العراق، وانتظروا بالمواسم الجاية بعد، وإن شاء الله ننتشر في كل محافظات العراق. وأريد أشكر دينا زكي ودينا صلاح وكل المنظمين على هذا المعرض، ونحتاج هذه المعارض أكثر وأكثر بالعراق حتى تبين لكل العالم إنه إحنا عدنا كل شيء حلو موجود في بغداد. أنا سعيدة إنه أنا مشاركة بهذا المعرض، لأنه هذا المعرض أعتبره هو المعرض الأول أو المميز ببغداد، أو ممكن حتى أقول بالعراق، لأنه كلش مرتب التيم الستاف اللي اشتغل على البوثات، على تصميم البوث تصميم المعرض كامل كلش حلو. فأنا سعيدة إنه أكون جزء من هيجي عمل كبير، وإن شاء الله يا ربي أكو سيزن 2-3-4 إلى ما لا نهاية، لأنه هذا المعرض يدعم اسم العراق ويدعم الطاقات الشبابية. لمعظم المشتركين كانت هاي السفرة أول زيارة لهم للعراق، فاضطروا أنه يهربون من المعرض ويكتشفون عاصمتنا الحلوة. الزحامات، الهوسة، هاي كلها، والساعة 7 الصبح أول طلعة في بغداد، أول طلعة فعلياً يعني راح أكتشف، ما عندي مهمة غير أنه أكتشف مدينة حيوية. ما تتصور أنه هيك ازدحامات من الصبح، أكو طاقة عجيبة. إحنا حالياً عاقين بالازدحام، وانت نروح أبودي شارع الرشيد هسه. هاي الممرات مالته اللي هي الدرابين القديمه، ساي دربونا قبالنا سوق هرج، اكو اغنيه يقولون قلبي ركن بغداد سوق الهرج بي. سوق الهرج هسه راح ندخل بيه، طبعا سوق قديم كان كلش حيوي، كان مكان مال تجار يجون يبيعون مثلا السبح، الاحجار الثمينه، المجوهرات، اي شيء. الحد هسه باقي، بس هسه الكواليتي قلت لان السوق صار كلش قديم. هسه انتوا راح تشوفون يعني باع كله معزل، باع شوفها كلها كانت محلات وهسه معزله حاليا. حلو حبيبي، اي شيء تحتاج ببغداد بس قل لي قلبي. طولها باع طولها الباب على اساس اوه الا يقارنون. انا بدي احكي عن مينه. واو، قبل هاي اللقطة. شو يعني تعرفون شنو هرج؟ هرج الضوضاء، الهوسة. مثل ما هسه تسمعون دي هوسة. سوق الهوسة يعني سوق مينا. اوكي. هذه الأثناء بدن يتجهزن على مود لبسن أجمل فساتين من زينة زكدات. ويدخلون على الساحة مينا روز وعلي النجم عمود يفتتحون الجالا دينر. ريحة بغداد مليانة بأصالة وفن الموسيقى العراقية. أكيد طبعا مينا وكو نقطة كلش مهمة. أكثر الموجودين بهذا الحفل أو يمكن كلهم هم مغتربين، نعم، لكن هم ناجحين على الصعيد العربي والعالمي، هذا شيء كلش مهم وهذا شيء نفتخر به إحنا. أكيد كلنا. حاليا وصلنا للفقرة اللي راح ننظف إذاننا بيها بالموسيقى الجميلة، موسيقى الراقية. أكيد الأستاذ والموسيقار اللي أنا شخصياً تعلمت من عنده هواي أشياء حلوة بالموسيقى، نسمع تحية للأستاذ الموسيقار فرات قدوري. تحية، أحلى تحية رجاءً. Thank you.
والله الصراحة يعني إحنا كنا متوقعين نجاح، بس إنه النجاح نشوفه بهالعظمة اللي شفناها الصراحة ما كنا متوقعين إنه يوصل لهالمرحلة، لأنه التفاعل كان فوق المتوقع، بحيث الشوارع انسدت والدنيا انسدت، فالتفاعل كان يخبل، وشفنا التمسنا الفرحة بوجوهكم بقلوبكم، وهذا الشيء اللي خلانا نصر انه يعني رغم التعب اللي احنا كنا بيه بس كله هان، والحمد لله والشكر هاليوم الجالا دينا دينر اللي اختي انا كلش فخوره اللي سوته، فالشيء وصل صيته للدول العربيه بحيث يتواصلون وياه يقولوا لنا شنو هالمعرض الناجح اللي احنا بنشوفه خلال الانستغرام والسوشيال ميديا. فدينا سوت فد عمل اني كلش كلش فخوره به، وينطيك الف عافيه، وان شاء الله يعني ان شاء الله نترجى بعد اكثر واكثر من هالاعمال الحلوه، لانه فرحتينا وفرحتي العراقيين كلهم. والله حبيت وعجبني كلش الحب واعجاب الناس لنا وثقتهم بينا طبعا نمبر 1، لانه الحب اللي اعطونا اياه والطاقه اللي كانت جميله جدا بانحاء المعرض من اول يوم الى ثامن يوم الى اخر يوم المعرض كان جديات، قد ما احنا تعبانين واقفين على رجلينا من الصبح لليل، بس باخر اليوم يعني ما هالقد ينطونا بالطاقه والحب، كل شيء يهون يعني اوكي نخلص المعرض تعبانين بس فرحانين ابتسامه بوجهنا، ونكمل يومنا ويا حبايبنا وأهلنا على مود نشرج لثاني يوم إن شاء الله، لأنه يعني حصير عليك انقلاب إذا ما سوين دينا. أكيد أوردي إحنا مقررين أكو سيزن 2 إن شاء الله إن شاء الله إذا الله راد وسهل على آخر السنة هاي 2021، وراح نكمل فقراتنا جميلة، وهذه الفقرة أصريت أني أقدمها. غابت عن البلد 24 سنة بس روحها ظلت بغدادية ودائما تنذكر بالمصممة العالمية العراقية زينة زكي. أكيد وين الزوزو؟ أحلى تحية زينة زكي اللي هي تصمم كل حب وبكل فستان أكو قصة حب حلوة وجميلة، وخلينا هسه نتمتع بالفاشن شو لأول مرة ببغداد، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. فاشن شو زينة زكي، أريد أسمع تحية حلوة وتشجيع، وأكيد فستاني من زينة زكي. طلعنا بالفكرة أنه بالمعرض الكل مشغول ومشغولين ويا الناس، فقلنا نلمهم في حفلة حلوة بسيطة من المشتركين ومن الجايين الانفلونسر من دبي، ونسوي فد فعالية حلوة. أكيد الفكرة إجت من دبي أنه نجمعهم، فبديت الفكرة من دبي. واجهت شوية بعض الصعوبات أنه القاعة كانت محجوزة قبل يوم بها عرس، بس طبعاً إذا تنظموا الشيء نقدر نسوي كل شيء، فقسمت الشباب إلى مجاميع والحمد لله الأمور مشت بسهولة. نكون أنا ودينا زكي المنظمين، وحنستفاد من أخطاء، أنا ما نقول أخطاء بس أكيد بكل بروجكت أكو سلبيات وأكو إيجابيات، فممكن يكون أكثر تنظيم من هالمرة ويكون على نطاق أوسع أتوقع. سيزن إن شاء الله يا حلو بغداد احتمال كبير يكون بشهر 12، بس بعد اللوكيشن ما تحدد. بالنسبة لي لأول مرة أحضر هيك أفنت، لأن أول مرة أنا جاي لبغداد، وهاي جاي بالنسبة لي تاريخية وتعني لي الكثير على الصعيد الشخصي والمهني همين. بصراحة تنظيم رائع جدا، ويسعدني أنه هذا العمل جاي ينتشر مو بس بالوطن العراقي بس بالوطن العربي همين، وجاي الكل يشوفون القدرات الموجودة بهذا البلد اللي بصراحة ما بارزة وما مسلطين عليها الأضواء الميديا والسوشيال ميديا. فجايتنا هنا احنا الشباب اللي تاركين بلدنا من زمان، جايين ما نسوي شيء غير انه نحط كاميراتنا وتليفوناتنا امام الشباب اللي عايشين هنا اللي عندهم طاقات غير طبيعية، ومع الأسف ما قدروا هاي السنين الفاتت يوصلون للعالم انه بغداد جميلة، بغداد حلوة، بغداد تخلي الواحد يبتسم من يدخلها.
صح اكو اشياء سلبيه بس ماكو مدينه ما بيها امور سلبيه وماكو شيء ما يتعالج. فهذا الايفنت هو خلانا نوقف ايد بايد ونثبت ونطمح لكي نؤسس مستقبل افضل للجيل الجاي. واتمنى يوم من الايام اصحى الصبح واشوف انه بغداد هي افضل مدينه بالعالم. كنا فخورين بهذا العرض الجميل لاول مره ببغداد. صراحه الفرحه ما سايعتنا، انا شخصيا حاسة نفسي طايرة. كلنا فرحانين لأنه هذا الشيء اللي نسويه ببلدنا الجميل اللي يستاهل كل خير وكل حب، وإن شاء الله دائما إلى الأعلى والأعلى يا رب. أكيد طبعا نحب نشكر زينة زكي على هذا العرض الراقي، وإن شاء الله دائما أنت بالصدارة، صح لو غلط؟ أكيد طبعا. أكيد. دائما. حاليا وصلنا للفقرة الثالثة يا جماعة، نريدكم تتحضرون وتستمتعون وتصفقون وترقصون وتأخذون راحتكم على آخر. حبت العراق من خلال أصدقائها العراقيين، وإحنا فرحانين كل شهواية لأن هي موجودة بيناتنا، ونحب نقول لها يا هلا ومية هلا بيتش في بلدك الثاني. أكيد. ونرحب بالفنانة اللبنانية منية باميلا. باميلا نسمع صفقة. صفقة لباميلا. أخيرا قالها قال حبي قالها، وأنا قلبي 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 نبض توقف بعدها. أخيرا قالها قال حبي قالها، أخيرا قالها قال حبي قالها، من فديت انا العيون قال احبك وبجنون، وده طير وده عيش في دنيا في غربها، واحدة حبة من زمان ما يحس حبة كان، وانا كنت عيني من زمان ده حس بوضها. اخيرا قالها قال حبي قالها، آه 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 آه. أنا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر، وشوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر. أنا عشق ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر، وشوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر من يوم لقاه حلوة الحياة. أخيرا قالها قال حبي قالها، وأنا قلبي 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 نبض طق بعدها. أخيرا قالها قال حبي قالها، God, I see the way you shine. Oh, take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. Your style, ooh, you make me, make me, make me wanna cry. And I'll back to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. And never seen everybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. When you're tired,
عديل ودخدك أدفع العمر اللي جاي بس وترد السلام مش باب ورسة انتقيني حس بيا كلميني حتى لو موضوع غريب اللي طلبه تفهميني أنا والله بنت ناس أنا والله بنت ناس مش بعكس بالأساس يا لا أهلا والله بنت ناس أنا والله بنت مش بعاكس بالأساس ولا تضربني لا تضرب كسرت الخيزر أنا كسرت الخيزر أنا صار لي سنة وست شهور من ضربتك وجعانة ومن ضربتك وجعانة ولا تضربني لا تضرب كسرت الخيزر أنا كسرت الخيزر أنا صار لي سنة وست شهور من ضربتك وجعانة ومن ضربتك وبين العصر والمغرب مرت لما تخيل وعرفت براس ولفي لنها شجرة وميالة ولنها صمرة وميالة وبين العصر والمغرب مرت لما تخيالة مرت لما تخيالة وعرفت براس ولفي لنها صمرة وميالة ولنها شجرة وميالة مع اللاتينو Sí, sabes que ya demorado mirándote tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy Tú eres en mi mano y yo soy el metal Me va acercando, va el mandula Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me están gustando más de lo normal Todo mi sentido, mami, quiero más Eso hay tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que le diga cosas al oído Para que me acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que me acuerdes si no estás Ay, sube, sube, sube Oh, quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser nuestra mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que él tire su aperío Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me ves sacando la destreza En un salva aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Hasta provocar tus gritos Y que él tire su aperío Despacito Me fíais طيب شوية تفاعل هلا بدنا نولعه يلا عن جديد ما في يعيش ما في يكون ما في يعيش إلا معك ما في يكون إلا إلك ولون عيونك غرامي داخلك سنت كلامي قلبي وروحي معك ولو عنك بعدوني بتبقى وحدك بعيوني
معك ما في عيش إلا معك ما في يكون إلا إلا يا يلا وين صافي وين صافي وين صافي ما تخيلت فشي حلو نسوي للعراق إذا ما صار يعني هذا اللي متخيلته وإحنا هذا اللي مسوي له البرنامج ومخططي له كل شيء وبهالرقي بهالأناقة يعني مثل ما توقعنا هو صار والله إحنا كلش فرحانين بهذا الشيء لأن هذا فتاتش فتشي للبغداد وللعراق إنه كل اللي جايين من البرة ومن الخارج حضروا يعني وصار مثل فتشي شو أنا أقول لك فتشي أحس هيك كلش ستايلش ومتطور وفرحانين إنه من كل الدول من كل برة من ألمانيا من أمريكا من بحرين من everywhere يعني كلهم كانوا موجودين فحتى إحنا من الناس اللي كنا مشاركين ب بنوتي يعني في حين انه احنا عائليا يعني وياهم بس وتشفت شيء واو يعني احنا كلش كنا فخورين واليوم احنا جايين على الجالي دينر مال عرض الازياء هاي الفقره احس ان انا ما احتاج اعداد مو صح ما يحتاج اي اعداد هذا الانسان اللي جاينا اليوم بدا من الصفر ووصل لهاي المرحله وكلنا مفتخرين بيه صار حبوب الجماهير وأنا أول واحد أحب أقول لكم راح أنزع سترتي لأني متحمس للرقص أوكي؟ شو نقول له؟ نقول له حيك بابا حيك وألف رحمة على أبويك وهذول العذبوني وهذول المرمروني وعلى جسري نحب نرحب وأريد أقول لكم كل القاعدين تستمتعون تركسون ونرحب سوا بالدي جي لأول مرة في العراق الدي جي أصيل See?
Yeah.